اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان من ملعب اولد ترافورد. التقيكم انا محدثكم فارس عوض، وموعدنا في اللقاء الاكثر تنافسيه في انجلترا، كلاسيكو انجلترا، ديربي الشمال، لقاء مان يونايتد ضد ليفربول، الفريقان الاكبر والاعرق في الكره الانجليزيه وجها لوجه في مسرح الاحلام. يا لها من اجواء غير عاديه، الكل يغني، الكل يتواجد، الكل يشجع، الكل على امال كبيره في ان يحقق الفوز والفرح في مباراه اليوم. وهذه هي التشكيله الاساسيه لفريق الشياطين الحمر في مباراه اليوم. مارتينيز يلعب الى جانب لينجلوب في الخط الخلفي، كاسيميرو سيبدا مع برونو فرنانديز في قلب الوسط، وفي الامام سيلعب انتوني مارسيال. فريق معروف باسلوب الضغط العالي في الملعب، هذه طريقة تحتاج إلى لياقة غير عادية ومجهود كبير في الملعب، وأيضا عليك أن تكون منظم بشكل غير عادي حتى تتمكن من تطبيقها، لكن المشكلة بأنها أحيانا تخلق مشاكل في الخلف إذا تخلص المنافس من الضغط المفروض عليه. جماهير اليونايتد ما زالت تتذكر ايام السير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي للنادي، واللي حقق معهم 38 لقب مختلفة، ابرزهم 13 لقب بطولة دوري في الدوري الانجليزي. مهما تقدم التاريخ ستظل جماهير اليونايتد تذكر اسمه وتعشقه لما قدم لهذا النادي. والآن تبدأ هذه المواجهة على أرضية الملعب هنا في قمة الكرة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وليفربول. صلاح والمساحة الكبيرة على الجناح، عرضية مرسلة من محمد صلاح، لكن حارسة المرمى تبعد هذه الكرة بقبضة يدها. وان بيساكا، هجمة لمانشستر يونايتد، مارسيال، يا الله، هدف أول ضد الغريب، المدرجات تشتعل، أصحاب الأرض يحتفلون، الجماهير تصنع الحدث، الله على المشهد. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. أليكسيس، ملعوبة الكرة إلى روبرتسون، حالة تسلل يعلن عن وجود حكم المباراة المساعد. برونو فرنانديز، هجوم لمانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، لا يمكن هذه الكرة، تصدي غير عادي من الحارس. ركنية يلعبها برونو فرنانديز، ضربة ركنية لا تشكل أي خطورة. إريكسون، الله على الاعتراف، يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. تمريرات تبدو واعدة هنا، بمهارة عدى فيها، تخلص من الرقابة، تصدي ممتاز هنا، كرة صعبة من مسافة قريبة، لكن شاهدنا ردة فعل سريعة وإنقاذ للموقف. فشل في السيطرة على الكرة، تحولت إلى ركلة مرمى. كاسيميرو، ملعوبة إلى مارسيال،
تصل لأنتوني. برونو فرنانديز، الله على البلوك في اللقطة الماضية. الركنية تأتي معها فرصة للقدم في النتيجة. الله على المشهد، استمع إلى الجماهير، شوف زيادة الضغط، مساعدة الفريق، شوف الدور الكامل اللي تقوم فيه في هذه اللقطة. برونو فرنانديز في تنفيذ الركنية. أوهو، رأسية كانت قوية لكن وجدت حارس المرمى. الله على هذا التصدي. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. نجاح في تجاوز الخصم. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. اعتراض ناجح هنا للكرة العرضية. الضغط يجبر على الخروج بالكرة. أنتوني. برونو فرنانديز. إريكسون. إريكسون يفقد الكرة الآن. دقيقتين يضيف حكم المباراة كوقت بدل ضايع. نهاية الشوط الأول من اللقاء في ملعب أولد ترافورد. شوط أول مميز يجعل الجماهير راضية عن هذا المستوى الفردي الجيد. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول. معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. نعود الآن إلى الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة هنا تقدم مانشستر يونايتد بفارق هدف. الله على الهروب، شوف كيف مر، شوف كيف عدى. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. تضيع الكرة على مانشستر يونايتد. أليكسيس. البحث مستمر عن التعادل ولكن بهدوء وبدون استعجال. ضاعت الكرة من جانب المان يونايتد. ماركوس راشفورد. مانشستر يونايتد يلعب على الطرف الان بشكل جيد. مارسيال. الجماهير تطلب من مارسيال ان يصوب. أليسون يتصدى للكرة بسهولة. الان عليه استغلال المساحات والبحث عن كرة مرتدة. الان مع ماكاليستر. فرصة التعادل تضيع، كرة تخطئ المرمى، شوف المجهود في اللقطة الماضية، كادوا أن يصلوا وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. كريستيان إريكسن. بينية تمر من الدفاع. عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. زوبوسلاي. شوف السيطرة، شوف الاستحواذ، طاردين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. محمد صلاح. وصلت إلى جاكبو. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. دياز. يا إلهي، هدف تعادل قاتل في توقيت قاتل. ليفربول يصدم الغريم قبل الصافرة، يعود في النتيجة قبل فوات الأوان.
نشوف الآن إعادة كرة الهدف بداية من الكرة العرضية، ولكن المميز أكثر إنهاء المثالي لعبها على الطائر في المرمى. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. قربنا من نهاية المباراة، لكن هذه الجماهير لا تهدأ أبدا، لا تتوقف أبدا، إثارة كبيرة تثيرها أهازيج هذه المدرجات، لأنها تعلم جيدا بأن الفريق قادر على خطف الفوز. ضاعت التسديدة تخرج بجوار القائم، كانت فرصة خطيرة. ليفربول يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت بديل. كريستيان إريكسن محاولة، لكن الحارس يتسهل. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. حكم يطلق صافرة وهذه نهاية 90 دقيقة بالتعادل بين الفريقين.